وهنا بنتكلم ولازم أسجل دي، أولا لتفاهم رئيس ماكرون الحقيقة لفكرة أن عملية النزوح أو الهجرة أو الخروج من القطاع في اتجاه الأراضي المصرية أمر شديد الخطورة، وتوافقنا على أن ده أمر مش إحنا في مصر مش هنسمح به فقط، لا ده خطر جدا على القضية في حد ذاتها، لأن إذا كانت النهاردة قضية حل الدولتين، وده أمر أيضا توافقنا عليه على أنه هو غياب الأفق السياسي لحل القضية الفلسطينية كان أحد أسباب التداعيات اللي احنا شفناها مش في الجولة ديت، في 5 جولات من الصراع خلال ال20 سنة اللي فاتوا، غياب الأمل، حالة الإحباط، اليأس، ده كل دي كانت عبارة عن أسباب أدت إلى الاقتتال اللي احنا بنشوفه بشكل أو بآخر. فاتفقنا على أن خروج الفلسطينيين ده مش حل، لأن إذا كانت الحل الدولتين لم ينجح والفلسطينيين موجودين على أراضيهم، يبقى مش معقول ان هم ممكن ينجح وهم مش موجودين على اراضيهم. دي نقطه. الهدف بتاع الحرب المعلن ان هو يعني تصفيه حماس والجماعات والفصائل المسلحه اللي موجوده في القطاع، وده هدف انا يعني كلنا عارفين كويس قوي، والخبرات اللي موجوده لكل القاده على مختلف المستويات بدول مختلفة، هذا الأمر بيتطلب سنوات طويلة جدا، ويمكن ده أيضا من ضمن الموضوعات اللي احنا تحدثنا فيها على أهمية ان احنا نسعى من أجل عدم الاجتياح البري للقطاع، وده أمر في منتهى الأهمية أنا بسجله هنا، لأن الاجتياح البري قد ينتج عنه يعني مش تحديات، لا يعني ضحايا كثيرين جدا جدا من المدنيين، ويكفي ان حتى الان احنا بنتكلم ما يقرب من 6000 من المدنيين سقطوا حتى الان، نصفهم تقريبا من الاطفال، ويجب ان نضع ده في عين الاعتبار في استمرار الازمه وعدم وضع السلامه، سلامه المدنيين في الاعتبار عند التعامل مع الفعل العسكري الاسرائيلي في القطاع.